احنا عندنا مبدأ غريب قوي في علاقتنا مع الناس، مبدأ ممكن يدمر اقوى العلاقات اللي مبنية من سنين وسنين. مبدأ طالما استحملت مرة يبقى شيل طول عمرك وانت ساكت. في ناس لو لقوا حد بيحبهم بيجوا عليه، بيجوا عليه ويزهقوه معاهم ويطلعوا عينه عشان عارفين انه بيحبهم فهيسكت، فعادي يسيبوه زعلان يخبط دماغه في الحيط. كل ده عشان ضمنين ان الناس اللي عارفينهم معاهم دول بيحبوهم. في مديرين في الشغل لو لقوا موظف بيحب الشغل ومتفاني فيه بيطلعوا روحه. مش انت بتحب شغلك؟ استحمل بقى، بيشيلوا شغل 5 موظفين معاه طالما عمره ما قلق. يخلوك تكره الشغل حتى لو كنت مبدع فيه وحتى لو كنت اكتر حاجة بتحبها.